لا أدري أين تقف الإنسانية مع جرائم الحشد الشعبي الشيعي. هل نعلم، هل يعلم المجتمع العربي ويعلم ضيفك الكريم كم كانت حجم جرائم الحشد الشعبي الشيعي؟ هل يعلم أن أبو المهدي المهندس هذا كم استفاد من المليار دولار التي أوصلتها قطر إليهم؟ وهل يحق إنسانيا لأجل إطلاق سراح صيادين قطريين أو صحفي ياباني أو صيني أو هندي أن نسلم مدن 4 وأن نقوم بعملية تغيير ديموغرافي وأن نهجر أهالي؟ وهل إنسانية قطر لم تتحرك عندما اعتقل الصحفيين السوريين والناشطين السوريين وما زالوا لدى جبهة النصرة؟ وهل تعويم فصائل إرهابية على حساب الجيش الحر كما حصل في القلمون وكما حصل في مخيم اليرموك، ودعم هذه الفصائل مباشرة من قطر أو عبر المخطوفين عبر رامز الخياط من السوري من ابن القلمون ومن قطر مجنس قطريا، أو عبر محمد حمشو أو عبر الحشد الشعبي الشيعي؟ كل هذا الدعم الذي حصل لهذه الفصائل الإرهابية وتعويمها على حساب الجيش الحر ولرفع صفة المقاومة الوطنية والحركة الشعبية الثورية عن الثورة السورية ووصمها وصم الإرهاب ووصمها بالقاعدة، من مسؤول عن هذا؟